أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معنا في هذه التغطية الخاصة التي تأتيكم عبر شاشة قناة الفلوجة لانطلاق عودة نازحي جرف الصخر. دعا رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر إلى إنهاء مشكلة جرف الصخر ومثيلاتها كالمختفين قسرا. فقال الخنجر: نحتاج لإنصاف أهالي جرف الصخر وديالة وصلاح الدين وكل محافظات العراق. قضية جرف الصخر والمناطق المغلقة بوجه أهلها دون وجه حق، ويجب عودتهم إلى مدنهم وقراهم دون قيد أو شرط، مساعدة على استقرار العراق. الفلوجة، من هنا البداية. البداية من البشرى السعيدة التي زفها تحالف عزم، حيث أعلن رئيس التحالف الشيخ خميس الخنجر انطلاق خطة منضبطة وبتخطيط محكم لترتيب عودة أهالي جرف الصخر إلى مناطقهم، لافتا الانتباه إلى أن ذلك يأتي بعد دخول فريق من الأعيان والوجهاء لجرف الصخر تمهيدا لانطلاق قوافل الأهالي وعودتهم إلى منازلهم آمنين. الشيخ الخنجر وفي بيان له قال: لمسنا من الأصدقاء والشركاء العقلاء كل الحرص على غلق ذلك الملف مع احترام مخاوفهم وحرصهم على أمن البلد، مردفا بالقول تعسًا لكل الأبواق والصغار الذين حاولوا عبثا عرقلة تلك الخطوة التاريخية لحسابات انتخابية مريضة وطمعا بكرسي سيزول عنهم قريبا. الشيخ الخنجر أشار إلى أنه عند دخوله للعملية السياسية عاهد الشعب ألا يكون جزءا من مشهد فيه الكثير من السلبيات والخطايا التي زادت الطين بلة وأدت إلى زيادة هموم الشعب بدلا من إنقاذه وإسعاده. وذكر الشيخ الخنجر أن في أول يوم لدخوله بالعملية السياسية المرتبكة تم تأشير أن الطائفية والفساد معادلة متلازمة بينها تخادم شبه كامل، مشيرا إلى أنه لم يتمسك يوما بأي منصب أو كرسي حفاظا على تحقيق أهداف مجتمعية كبرى متمثلة بالنازحين جرف الصخر، مغيبي الصقلاوية، ديالة، كركوك وغيرها، والتي هي سبب ووقود لأزمات كبيرة يجب إنهاؤها. إذن للمرة الأولى منذ تحريرها من قبضة داعش الإرهابي دخل وفد عشائري واجتماعي برفقة قيادات في تحالف عزم إلى ناحية جرف الصخر شمالي بابل تمهيدا لتنفيذ خطة منضبطة ومحكمة التخطيط لعودة نازحي جرف الصخر إلى مناطقهم الأصلية. ضم الوفد شيوخ ووجهاء عشائر ناحية جرف الصخر والقيادي في تحالف عزم الأستاذ زيد الجنابي، حيث أجروا جولة تفقدية لمناطق الناحية والتقوا بالقوات الأمنية المرابطة في تلك المناطق، مشيدين بجهودها في تعزيز الاستقرار وبسط الأمن في الناحية، فيما ثمن قياديو تحالف عزم ووجهاء وشيوخ عشائر جرف الصخر الجهود التي بذلها رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر طيلة الأسابيع الماضية لإنهاء مأساة أهالي جرف الصخر وضمان عودة كريمة وطوعية إلى مناطقهم. من جانبه أكد مصدر رفيع المستوى أن عمليات التدقيق الأمني لعائلات جرف الصخر وصلت إلى مراحل متقدمة تمهيدا لعودتهم إلى الناحية آمنين سالمين. دقيقة اليوم الخميس 22/7 احنا في ناحية جرف الصخر، وهذا جامع السلام خلفنا. اليوم الزيارة اللي تمت بداية لزيارات راح تسبق ان شاء الله سابقة، وان شاء الله اكو عودة مشهودة لأهالي جرف الصخر قريبة إن شاء الله جدا. ونشكر الشيخ خميس الخنجر على هذه المبادرة الإنسانية الطيبة،
وأوفى بوعده إنه إن شاء الله قال إن شاء الله بالعيد أكون آني أو من يمثلني في جرف الصخر. هذا وأكد القيادي في تحالف عزم زيد الجنابي أن العراقيين باتوا واعين لأجندات من يحاول زرع الفتنة والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد، مضيفا خلال زيارة هي الأولى من نوعها إلى ناحية جرف الصخر برفقة وجهاء وشيوخ عشائر الناحية والقوات الأمنية أن مخطط الطائفية ولا إلى غير راجعة. الشرارة الأولى بدأت بتفجير الإمامين العسكريين مال سامراء، وإلا كانت الدنيا كل شيء تمشي كل شيء ماكو. تدرون بال 2003 هي بداية 2004، لحد ال 2004 احنا ناس تمشي وناس كل شيء ماكو، لاكو تفجير ولاكو حرق ولاكو كل شيء. بدأت الشرارة منا، وهم كانت وراها أجندات خارجية لزرع الفتنة بين هذا النسيج المجتمعي الموجود بالعراق، واشتغلوا على وضع وتر طائفي. حققوا ما حققوا ولو شيء بسيط، بس بالنتيجة الناس وعت وصحت وشافت أنه إحنا ما واحد يقدر بدون الثاني. وفي حديث عفوي لفت أحد أبناء ناحية جرف الصخر إلى الدور الحيوي الذي أداه الشيخ خميس الخنجر في إسناد النازحين والعمل على إنهاء مأساتهم في وقت تم خذلانهم من المسؤولين والسياسيين المتنفذين. ناس الغيم مقام قبل شوية بتسلم لي علم حافظوا على أعضاء المجلس يروحون فدوة كلهم الخميس الخنجر. والله ما قصر، لأن ما حد إجا قد ما جانا خميس الخنجر هو مو عضو مجلس، والله يحقهم استحم وينقدون عن أنفسهم من محافظهم ويا ناسهم. أما الآن ينضم إلينا القيادي في تحالف عزم صالح رديني. أهلا بك أستاذ صالح. إذن خطوة كبيرة تلك التي أعلنها رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر بعودة نازحي جرف الصخر إلى تلك الناحية، يعني أثر تلك الخطوة سياسيا مجتمعيا وأمنيا كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك أختي الكريمة ومرحبا بمشاهدي قناة الفلوج الكرام، ومبارك لأهالي جرف الصخر، وإن شاء الله يوم عودة كل النازحين إلى ديارهم وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي. هذه الخطوة خطوة مباركة وخطوة جبارة وخطوة نحو الأمام، لأنها بصراحة كانت معضلة كبيرة وربما استعصى حلها على الكثيرين، وأيضا لم يكن هناك ثمة تفاؤل باتجاه عودة أهالي جرف الصخر، ولكن الشيخ خميس الخنجر والتحالف بشكل عام عمل منذ فترة على هذا الملف الصعب، واستطاع بفضل الله تعالى وبمساعدة الأخوة الشركاء والحلفاء وكل الخيرين في هذا البلد الذين يريدون لأبناء شعبه الاستقرار والأمان واللحمة الوطنية، تكللت هذه الجهود بفضل الله يوم أمس بدخول هذا الوفد إلى جرف الصخر، وهي الشرارة الأولى إن شاء الله أو الخطوة الأولى لعودة منظمة لأهالي هذه المدينة بعد هذه الفترة الطويلة. نعم. ثم وإجراء التدقيق الأمني. إذن كانت هناك تحديات أستاذ صالح، كانت هناك تحديات رافقت أو سبقت إعلان هذه الخطوة من قبل تحالف عزم، رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر. نعم. أهم تلك التحديات. نعم، تحديات بشكل عام. نعم. هناك تحديات في ملف النازحين وتحدي كبير في ملف جرف الصخر. جرف الصخر دار حولها كثير من الكلام بأنه لا يمكن لأحد أن يدخلها وأنها كذا وربما تشكل معتقلات وما إلى ذلك ومقابر، ولغز بصراحة كان ولم يكن أحد ليتمكن من الدخول في هذه الملف، ولكن
فعلا شكل تحدي كبير، ولكن الإصرار والجهود والتعاون وحسن النوايا كل ذلك أدى إلى حل هذه المشكلة ويعني زوال هذا التحدي والحمد لله. نعم. فنعم هذا شكل نعم. تحديا كبيرا. كم من الممكن يعني أشرت إلى أن يعني هذا الإعلان المبارك بعودة نازحي جرف الصخر إلى تلك الناحية يمثل الشرارة الأولى أو نقطة الشروع الأولى في ملفات أخرى مهمة، يعني أثر هذا الملف بالتحديد نظرا لحساسيته وكما تفضلت الغموض الذي لف هذا الملف ملف نازحي جرف الصخر، أثره اللاحق على ملفات أخرى مهمة تتعلق بالتعويضات، تتعلق بإعادة بقية النازحين إلى مناطقهم، ملف ربما أيضا مهم آخر يتعلق بالمغيبين المفقودين. بالتأكيد الملف الأصعب إذا حل الملف الأصعب فبالتأكيد كل ما دونه سيهون، لذلك يعني هو هذا من أصعب الملفات في النازحين ملف جرف الصخر، وهو يمثل عقدة، يمثل عقدة أمام الناس وحتى أمام الكتل السياسية وأمام كثيرين من أبناء الشعب العراقي. ما هذا اللغز الذي استعصى حله على الجميع؟ لا. ما هذه المدينة التي لم يتمكن أحد من دخولها؟ اليوم أصبحت هذه القضية في متناول اليد، وهذه المدينة أمامنا، هذا الوفد دخل إليها وسيتلوه إن شاء الله دخول العوائل وعودة الناس. فبالتأكيد إذا أغلق هذا الملف وإذا تم حل هذا بشكل نهائي ستحل مشاكل النازحين التي هي دون ذلك، والتي هي لم تبقى إلا يعني مخيمات يمكن في عامرية الفلوجة وعلى وشك الغلق وفي الجدعة 5، وإن شاء الله يعني نعمل ويعمل الجميع وتتضافر جهود الجميع من أجل عودة النازحين إلى ديارهم وإنهاء هذا الملف واستقرار الناس والحصول على تعويضات تؤهلهم لبناء دورهم، إعادة الحياة إلى أماكنهم. هذه الملفات بصراحة ملف عزم، والشيخ خميس الخنجر اشتغل على هذه الملفات، اشتغل على ملف جرف الصخر، واشتغل على ملف النازحين، واشتغل على ملف التعويضات، وكل ما يتعلق ب يعني أبناء الشعب العراقي. نحن دائما مع أهلنا ومع أبنائنا ومع مناطقنا في سبيل حل مشاكلهم وإيصال معاناتهم وتخفيف هذا العبء الثقيل عليهم. نعم، يعني نتمنى عليك أن تبقى معنا أستاذ صالح رديني القيادي في تحالف عزم، يعني بالتأكيد سنعود إليك لاحقا سيد الفاضل. دعا رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر إلى إنهاء مشكلة جرف الصخر ومثيلاتها كالمختفين قسرا، فقال الخنجر: نحتاج لإنصاف أهالي جرف الصخر وديالة وصلاح الدين وكل محافظات العراق. قضية جرف الصخر والمناطق المغلقة بوجه أهلها دون وجه حق، ويجب عودتهم إلى مدنهم وقراهم دون قيد أو شرط، مساعدة على استقرار العراق. الفلوجة، من هنا البداية. كشف المتحدث باسم تحالف عزم سرمد البياتي عن جهود حثيثة وشاقة خاضها الشيخ خميس الخنجر لضمان بدء عودة أهالي الناحية إلى منازلهم معززين مكرمين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الشيخ الخنجر فضل العمل بصمت ومن دون ضجة إعلامية، وأصر على ذلك لحين إتمام الملف على أحسن وجه. الجهود كانت تبذل منذ فترة طويلة، جهود شاقة، مباحثات ومفاوضات حثيثة مع الأخوة في الحج الشعبي اللي ماسكين الأرض. كان هنالك تعاون كبير جدا في هذا الموضوع، ومثل ما شفنا أثمرت اليوم عن الزيارة الأولية لعدد من أهالي جرف النصر إلى المنطقة، وبضيافة كاملة من الأخوة في الحج الشعبي للقطعة اللي ماسك الأرض. رجل كان يعمل بصمت بدون بهرجة إعلامية، بدون أي ضجة أخرى، مع العلم الكثير من
انتقد وربما استهجن أو ربما لم يثق بهذه الخطوة، لكن الرجل كان مصر على هذا الموضوع وتمت الأمور على خير تماما. وأشار البياتي إلى البدء بعودة وجبات محددة إلى مناطقهم في جرف الصخر وبانسيابية عالية، وسيتم البدء بالعائلات النازحة القريبة من الجرف لحين إتمام عودة الجميع إلى الناحية، وذلك بتنسيق عالي المستوى مع الجهات الأمنية لتدقيق العائلات العائدة. ستعود وجبات وحدد عدد كل وجبة، وسنبدأ بالمناطق اللي نسحب إلها، المناطق القريبة من جرف النصر أو جرف الصخر، ثم تمتد إلى المناطق الأخرى البعيدة بعد التدقيق الأمني. تنسيق عالي جدا، وأكيد سيتم التحرك الجهات الأمنية من أجل الإسراع في عملية التدقيق الأمني، لكن تعرف أنت المنطقة منذ 7 سنوات يمكن لم يدخلها أحد، فتحتاج تدقيق مكثف في هذا الموضوع، لكن أنا أقول لك بأن الموضوع يسير بإنسيابية وبهدوء تام، وإن شاء الله يتم عودة بقية أهالي منطقة جرف النصر إلى بيوتهم وإلى مزارعهم. إذن جرف الصخر تعود لتحتضن أهلها، تلك الناحية التي تعد أول مدينة يتم تحريرها من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي عام 2014، بقيت بلا عودة لأهلها طوال 7 سنوات بالتمام والكمال، حتى جاءت مبادرة وطنية وإنسانية قادها الشيخ خميس الخنجر مع عدد من الأصدقاء والعقلاء لتتكلل جهوده بالنجاح بعد إعلان عودة أولى الوجبات إلى منازلهم هناك. هنا تجدر الإشارة إلى أن جرف الصخر تبعد نحو 60 كيلومترا جنوب غرب بغداد العاصمة. جرف الصخر هي ناحية تتبع قضاء المسيب شمالية بغداد، شمالية بابل، تبلغ مساحة الناحية 50 كيلومترا مربعا، وهي أرض زراعية بمجملها. أيضا يسكن جرف الصخر نحو 40,000 عائلة قبل 2014، أغلب سكان الناحية من الجنابيين وهم فلاحون ومزارعون. تعد هذه الناحية، أي ناحية جرف الصخر، ذات أهمية زراعية كبيرة، وذلك بسبب إطلالتها على نهر الفرات. بالنسبة لهذه الناحية أيضا تكثر فيها زراعة النخيل، أشجار الفاكهة، بالإضافة إلى محصولي الحنطة والشعير. تتكون ناحية جرف الصخر من 9 مقاطعات زراعية، أهم تلك المقاطعات الفاضلية، الباج الشمالي، الباج الجنوبي، الحجير، بالإضافة إلى الفارسية. أما الآن ينضم إلينا القيادي في تحالف عزم بصلاح الدين سعد ظاهر القيسي. أهلا بك سيد سعد. سيد سعد، إذن يعني خطوة كبيرة حقيقة، ربما هي الخطوة الأولى بعد 2003 وحتى هذه الساعة، تلك المتعلقة بإعلان عودة نازحي جرف الصخر إلى تلك الناحية التي ربما كانت محرمة على الجميع باستثناء القوات الأمنية والقوات الماسكة للأرض. يعني مدايات تلك الخطوة على صعيد داخلي وعلى صعيد إقليمي، ربما حتى في حلحلة ملفات أخرى مهمة تتعلق بملف المغيبين، المفقودين، التعويضات، ما إلى ذلك. أهلا وسهلا. أهلا بك. قناة الفلوجة. أهلا بك. حقيقة موقف مشرف وبطولي، يعني يعجز اللسان عن وصفه. يعني هذا الموقف يعني لا يمكن أن يتكرر، ولا يمكن أن يكون إلا من قبل الشيخ خميس. هذا الرجل رجل الدولة الذي قال ففعل. نعم. إحنا عندنا حقائق من 2003 إلى حد الآن. هاي الحقائق ما التمسنا منها حقيقة على الشارع العراقي. نعم. الملفات الخاصة اللي كانت تمشي ما التمسنا أي تقدم حقيقة إلا بهذا المحور. وهذا المحور يعني محور كبير جدا. نعم. أعتقد أن جرف الصخر هو أقدم
العقدة التي استطاع الشيخ خميس الخنجر أن يقوم بفكها، تلك العقدة التي تنفك من خلالها كل الملفات داخليا وخارجيا. نعم، يعني هناك تحديات بالتأكيد، يعني سيد سعد هناك تحديات بالتأكيد، يعني سبقت تلك الخطوة ورافقت هذه الخطوة وربما أيضا يعني ستأتي لاحقة تلك التحديات. على سبيل المثال للحصر، يعني كان هناك تكتم كبير فيما يتعلق ب إعادة نازحي أو بالاتفاق والتوافق مع الشركاء ومن وصفهم تحالف عزم بالعقلاء في العملية السياسية لإعادة نازحي جرف الصخر، أهم تلك التحديات حقيقة تحديات كبيرة. نعم. يعني جرف الصخر بحد ذاته والهيمنة الإعلامية اللي كانت رافقها، وأنا منطقة عسكرية بحتة، منطقة يشوفها الغموض كل تفاصيلها، منطقة ممنوع الاقتراب منها، منطقة يعني فد هالة جدا كبيرة، يعني ما استجرى أي أحد من السياسيين أو قادة الأحزاب وقادة الكتل أن يتكلم بهذا الموضوع أن يتعمق به. هذا يعني أبسط تحدي، هذا التحدي اللي قام به شيخ خميس الخنجر هو تحدي كبير حقيقة، ينحسب له الدرجة الأولى وينحسب بعده التحالف عزم، يعني هذا التحالف اللي انبثق بالانتخابات البرلمانية الحالية اللي انطى دفعة كلش قوية في حلحلة هذا الملف. التحدي مو بس تحدي داخلي يخص المواطن العراقي اللي فرح بهذا الإنجاز، أيضا أنا أعتبره تحدي خارجي أو تحدي إقليمي أو تحدي لأنه حقيقة يعني من يصير ترابط مجتمعي، من يصير يعني وثوق بالحلول الموجودة، من يصير شراكة حقيقية من الأصدقاء. حقيقة احنا نمشي واقع حالة، يعني انه هسه صار ربط بين المكونات، انه الهدف والغاية انه العراق، الهدف والغاية انه المواطن، الهدف والغاية انه الاصلاح، وهذا شيء جميل جدا ما حققوه الا الشيخ خميس الخنجر، هاي تحسب له كرجل دولة وكرئيس حزب وكرئيس تحالف. نعم. طيب سيد سعد، يعني لماذا كان هناك يعني الكثير من التكتم الذي رافق يعني عملية التوافق، يعني حتى نكون أكثر دقة، يعني لماذا لم يتم الإعلان، لم تكن هناك من إعلام يرافق التوافق لإعادة نازحي جرف الصخر، لماذا ذلك، ما الذي كان يخشاه القادة في تحالف عزم؟ حقيقة يخشونه من أجندات داخلية وخارجية، أجندات داخلية يقودها متنفذين في الدولة العراقية. إحنا ستجد خلينا نكون صريحين، يعني هذا الشيء أبغض السياسيين وأبغض ناس بالسلطة وبالدولة، ما رادوا أن يتم هذا الأمر على يد الشيخ خميس الخنجر، يعني ما رادوا أن يتم هذا التحلحل حتى بالأمر، رادوا من بعيد حتى يعني التشويش الإعلامي والإلكتروني والجيوش الإلكترونية اللي رافقت هاي العملية، رافقتها بسلبية بشكل يعني حتى نقولها بالعراقي، يا أخي هذا رجل يريد يقوم بعمل خير، يعني أنا ليش ما نساعده ونعيد به العمل هذا على الأقل حتى يحسب للجميع، يعني ليس لجهة واحدة، بالمحصلة الخير يعني سيعم الجميع. نعم، توضحت الصورة. سيد سعد باهر القيسي القيادي في تحالف عزم بصلاح الدين، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. دعا رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر إلى إنهاء مشكلة جرف الصخر ومثيلاتها كالمختفين قسرا، فقال الخنجر: نحتاج لإنصاف أهالي جرف الصخر وديالة وصلاح الدين وكل محافظات العراق. قضية جرف الصخر والمناطق المغلقة بوجه أهلها دون وجه حق، ويجب عودتهم إلى مدنهم وقراهم دون قيد أو شرط، مساعدة على استقرار العراق. الفلوجة، من هنا البداية. هذه عودة مرة أخرى إلى القيادي في تحالف عزم صالح رديني، أهلا بك سيد صالح مرة أخرى. يعني ربما أشرنا في البداية يعني بأن تحرير تلك المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي لا يعني نصرا حقيقيا ما لم تتم يعني إعادة تأهيل البنى التحتية، ما لم يتم أيضا إعادة أهلها إليها للمشاركة في مسك الملف الأمني من جهة، إعادة بنائها من جهة، إجراء مصالحة مجتمعية في المواضع أو المناطق التي تتطلب ذلك. سيد صالح،
نعم طبعا مثل ما يقال العافية درجات، وهي في البداية التحرير كان أولا، ثم تعقبها هذه الخطوات التي تفضلت بها من إعادة إعمار وتعويض المتضررين، عودة النازحين وما إلى ذلك. طبعا احنا اليوم بعد التحرير يعني 4 سنوات، نعم. حقيقة هذه المدة يعني ليست بالقليلة، لكن آن الأوان أن تحل هذه المشاكل، أن تتضافر جهود الجميع من أجل حل هذه المشاكل، لا نكون مثبطين لبعضنا ولا نكون نتنمر على بعضنا. يعني احنا لاحظنا الجهود التي في الفترة الماضية، وظهرنا أكثر من مرة وتحدثنا عنها وراهنا على هذا الملف بصراحة، وهناك أيضا راهنوا على إلى أي مدى كان الرهان على جرف الصخر مكلف يعني لقادة تحالف عزم أستاذ صالح؟ طبعا مكلف، لو لم يتحقق هذا الشيء لفقد الكثيرون ثقتهم بهذا التحالف وثقتهم بالكلمة التي وعد بها رئيس هذا التحالف، مع أنه بصراحة لو لم يتحقق أيضا كان معذور، لأنه هذا الملف ليس من السهل، ونحن سمعنا تصريحات على مستويات عالية قالوا هذا الملف لن يحل إطلاقا، ولذلك حتى لو لم يتحقق لالتمس لنا الآخرون عذرا في هذا المجال، لكننا نشاهد العكس. يعني هذه مؤلمة، وبصراحة يعني حتى ليس من المتنفذين مثل ما ذكر أخوي دكتور سعد، يعني حتى لاحظنا من بعض الأخوان بعض المواطنين لاحظنا تنمر في اليوم الأول والثاني والثالث، أنه وعدت أنه سنصلي في جرف الصخر ولم يصلي أحد، ولكن ما أن انتهى عيد الأضحى حتى يعني تم تحقيق هذا الوعد وتم دخول هذا الوفد المهم إلى هذه المدينة، وبدأت البوادر إن شاء الله تلوح وسيعود الناس إلى أماكنهم، وهذه بالحقيقة نصر كبير لكل العراقيين ونصر كبير لكل المكونات، وهذا دليل على تآلف العراقيين وعلى وحدتهم وعلى محبتهم، لأنه العمل لم يكن يعني فقط مع مكون واحد، وإنما العمل كان مشترك مع المكونات الأخرى ومع الشركاء ومع الحلفاء، وحتى على يعني ربما أكثر من هذا المستوى. فإذن إحنا المهم النتيجة التي توصلنا إليها، أن يحسب هذا الإنجاز إلى تحالف العزم وإلى الشيخ خميس الخنجر، هذا ليس يعني لا يثير الحسد يفترض أو يثير أمور أخرى، بالعكس يعني هذا الإنجاز للجميع، وكل من يعني يستطيع أن يعمل ويقدم لأهله ولناسه ويقدم لشعبه فأهلا وسهلا وحيا الله، وإحنا المفروض نشد على إيد هذا الشخص أو هذا الزعيم أو هذا السياسي، كلنا يعني كل يعمل على طاقته وعلى قدرته وعلى إمكانيته. هذا الملف كان من الصعب الخوض فيه، هذا الرجل خاض غمار هذا الملف وتمكن من تحقيق هذه النتيجة، وهذه قضية ليست يعني سهلة، هذه فرحة كبيرة لأهالي هذه المنطقة وفرحة كبيرة لكل من ضاق مرارة النزوح، ونحن كنا ذقنا مرارة النزوح وكنا عانينا من هذا الشيء بان الاحتلال، ولما عدنا إلى أماكننا وعدنا إلى تحررت مدننا شعرنا بالفرح كأنه ولدنا من جديد. نعم أيضا لذلك يعني الحقيقة هي فرحة كبيرة. نعم يعني بودنا أيضا أن نتحدث عن رؤية تحالف عزم أستاذ صالح فيما يتعلق ليس فقط بنازحي جرف الصخر، إنما أيضا ملفات أخرى مهمة ما يتعلق بمحافظة صلاح الدين، النازحين في محافظة صلاح الدين، في محافظة ديالى، في كركوك، في مناطق أخرى من البلاد. يعني ما هي رؤية وأولويات تحالف عزم في هذه الملفات الأخرى المهمة؟ نعم إن شاء الله يعني العمل مستمر والعمل على هذه الملفات متواصل، ولن يترك التحالف ولا زعيمه إن شاء الله النازحين لوحدهم، ولن يترك معاناتهم ولن يترك حاجاتهم،
وكما تعلمين يعني ما زال في محافظة نينوى وفي محافظة صلاح الدين ما زالت هذه التحديات قائمة وتحتاج إلى جهود، لكن كما ذكرت في بداية حديثي هي أقل تكلفة وجهدا وأهمية من ملف جرف الصخر. إحنا اليوم لما نحل ملف جرف الصخر يعني تفاءلنا بأن كل الأمور التي في هذا المجال أو ما يقارب، نعم، وهذا يعكس رغبة إن شاء الله رغبة سوف... رغبة ماذا يعني أستاذ صالح عندما نقول تم حل ملف حساس ومهم، ملف كان يلفه الغموض، يعني ملف طالما يعني تحدث مشككون بأنه لا عودة لا قريبة ولا بعيدة لأهالي أو نازحي جرف الصخر إلى تلك الناحية، هذا يشير إلى رغبة يعني من وماذا أستاذي؟ رغبتنا أولا ورغبة كل الخيرين في هذا البلد، نعم، وكل من يعمل لأجل هذا البلد ولأجل هذه المدن، نعم، أختي الكريمة، يعني يفترض، نعم، بالسياسي ويفترض بالمسؤول، نعم، ويفترض بالبرلماني، يفترض بهؤلاء الناس المسؤولين عن هذا البلد، نعم، أن يعملوا لأجل العامة، أن يعملوا، نعم، لأجل الناس، أن يعملوا لأجل الفقراء، أن يعملوا لأجل المظلومين، لا أن يعملوا لأجل مصالح خاصة ولأجندات خاصة ولدعايات مثلا انتخابية في هذا الوقت. فلذلك نحن نعمل لأهلنا، نعمل بهذا الاتجاه، ما التفتنا إلى الوراء يوما ولا نظرنا إلى اليمين أو إلى الشمال، ما فائدة هذا العمل، ما الذي نحن نريد؟ إرضاء الله سبحانه وتعالى ثم إرضاء أهلنا في هذه المناطق. وبعدين يعني هذه المناطق عانت ما عانت، يعني نحن الآن مثلا في محافظة نينوى وما زالت يعني هناك المدينة القديمة تعاني، ما زال يعني أهلها خارجها، ما زالت تحتاج إلى إعادة إعمار، تحتاج إلى تعويضات حتى يتمكن الناس من العودة، هناك ما زال عندنا نقص في الخدمات، نقص في البنى التحتية، يعني عندنا نقص في مجال الصحة، نحتاج إلى ما يعني إلى جهود وإلى دعم. طيب من أين يأتي هذا الشيء؟ غير يأتي من خلال هؤلاء المسؤولين، هؤلاء السياسيين، إذا كانت الكتل السياسية أو كانت الأحزاب لا تطالب لأهلها ولا تشعر بمعاناتهم ولا تحاول أن تضمد جراحهم، فما فائدتها يعني؟ نعم، توضحت الصورة. نحن نعمل لأجل هؤلاء. نعم نعم، نتمنى، نعم، عليك أن تبقى معنا أستاذ صالح رديني القيادي في تحالف عزم لو سمحت. لقى إعلان الشيخ الخنجر بدء عودة أهالي نازحي جرف الصخر إلى منازلهم تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أشاد مدونون ومغردون بجهود رئيس تحالف عزم في نصرة النازحين وإعادتهم لمنازلهم معززين مكرمين. هذا وتصدر وسم الخنجر وعد فأوفى ترند تويتر في العراق، حيث تفاعل مغردون تحت ذلك الوسم مع نبأ عودة نازحي جرف الصخر بعد جهد جهيد بذله الشيخ الخنجر مع الجهات الأمنية والماسكة للأرض هناك، رغم محاولات جهات سياسية إفشال تلك العودة. وبالتزامن مع تصدر وسم الخنجر وعد فأوفى لتدوينات العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، نذكر بتغريدة رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر في عيد الفطر المبارك الماضي، حين وعد بأن يصلي أهالي جرف الصخر في مناطقهم في عيد الأضحى. وقال الشيخ الخنجر: وقتها نسأل الله أن يكون عامنا هذا عام وحدة حقيقية للأمة، عام نصر لكل مظلوم وإنصاف لكل نازح ومغيب. وأضاف مطمئن: أي أن أصلي العيد القادم في جرف الصخر نحو عيدنا الحقيقي في القدس الشريف بإذن الله.
هذا وكان رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر أكد في وقت سابق أن قضية جرف الصخر محورية وأولوية تتصدر برنامج التحالف لكونها منطلق نحو استقرار سياسي وأمني بعيدا عن أي مطامع سياسية أو حزبية ضيقة. نحتاج لإنصاف أهالي جرف الصخر وديالة وصلاح الدين وكل محافظات العراق عندما نناشد العالم بإنقاذ أهل غزة. نحتاج أن ننصف أهالي عامرة الصمود وقد دافعت عن بغداد عندما ننادي بإنقاذ حي الشيخ جراح في القدس الشريف. إنه منطق العقل والحكمة والمسؤولية في توحيد الأمة والتجاوز الأطر الضيقة في التنافس السياسي أو المذهبي. وفي الوقت الذي ثمن فيه الأهالي جهود تحالف عزم لإنهاء ملف جرف الصخر وضمان عودة جميع النازحين، استنكروا المساعي الخبيثة التي تبذلها بعض القوى السياسية في المدن المحررة من أجل عرقلة ملف عودة أهالي جرف الصخر. وأكد الأهالي أنهم سيقفون بوجه كل المحاولات الخبيثة التي يراد منها تحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب معاناة الأهالي. كما لفت النظر إلى أن الانتخابات المقبلة ستكون أداة حقيقية لتغيير كل الوجوه الكالحة التي تعتاش على استمرار معاناة المناطق المحررة. وتحدث الأهالي عن ضرورة المشاركة الواسعة بالانتخابات والتأسيس لواقع مختلف ينصف أبناء المدن المحررة. سياسيا، أشاد سياسيون ونواب بجهود رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر والتي تكللت بالنجاح بانطلاق عودة نازحي جرف الصخر إلى مناطقهم آمنين سالمين. السياسي المستقل عزة الشعبندر كتب تغريدة قال فيها: حين يتكلم الكبار فليصمت الأفاكون من الصبية والصغار، مضيفا: أحيي من وعد أهله الخير ووفى. من جانبه بارك القيادي في تحالف عزم قتيبة الإجبوري لأهالي جرف الصخر عودتهم إلى مناطقهم بعد جهود حثيثة بذلها الشيخ خميس الخنجر بدورها أعربت عضوة مجلس النواب آلاء الطالباني عن أملها بأن تكون عودة نازحي جرف الصخر في هذه الأيام المباركة بداية إنهاء معاناة أهالي المنطقة. مرة أخرى يعني نعود مع القيادي في تحالف عزم الأستاذ صالح إرديني. أستاذ صالح، يعني ربما يعني تحدثنا فيما يتعلق بالجهود التي بذلت من قبل تحالف عزم لإعادة نازحي جرف الصخر إلى تلك الناحية، ما رافق ذلك من تحديات على كل المستويات سواء داخلية أو خارجية، سياسية، اجتماعية، أمنية كذلك. لكن في المقابل بودنا أن نتحدث أيضا عن دور أهالي ناحية جرف الصخر على سبيل المثال الحصر، بقية المدن المحررة الأخرى من قبضة تنظيم داعش لضمان مشاركة حقيقية وفاعلة في الانتخابات المقبلة حتى يجدون ما يمثلهم في البرلمان والحكومة المقبلين. نعم، بالتأكيد يعني هذه الخطوة يجب أن تكون صحوة، تكون صحوة لأهالي هذه المدن ومن شاكلها، وانطلاقة حقيقية لتغيير واقع سياسي مزري بصراحة، ومحاولة لنسبة الفضل لأهله أو رد هذا الجميل إلى أهله، ويفترض بهم أن يميزوا من الذي يتصدى لخدمتهم ومن الذي حريص عليهم
وممن يريد أن ينتفع على حسابهم. ويفترض أن تأتي موعد الانتخابات إن شاء الله، والكل موجود في مكانه ويستطيع أن يشارك ويدلي بدلوه ويعطي صوته لمن يتوقع أنه يحقق أمانيه في المستقبل. نعم. وطبعا هذه المدينة واحدة منها، يعني نأمل أن تغلق كل المخيمات ويعود الناس إلى أماكنهم حتى يتمكنوا من المشاركة الحقيقية. نعم، لكن أيضا هذا مخيمات النزوح. نعم، يعني أعتذر منك أستاذ صالح، لكن أيضا هذا يلقي ب يعني مسؤولية أخرى كبيرة على الجميع، سواء من المرشحين يعني أو من الناخبين، يعني الإشارة إلى ملفات مهمة تتعلق بالمال السياسي، ملفات أخرى تتعلق بالسلاح المنفلت، يعني ضمان مشاركة حقيقية دون خوف أو وجل في الانتخابات المقبلة. والله عزيزتي الأمور واضحة يعني للناس، لا تخفى على أحد، كل هذه الأشياء موجودة، موجود يعني المال السياسي، موجود النفوذ السياسي، موجود السلاح المنفلت، يعني كل هذه موجودة. نأمل أن لا تؤثر على الانتخابات، ونأمل أن يكون قرار الناس مستقلا وبعيدا عن كل هذه التأثيرات. يعني بصراحة نحن رصدنا في أكثر من مرة مثل هذه الأشياء وتحدثنا عنها من على شاشة قناتكم الكريمة. هناك من يستغل النفوذ السياسي، وهناك من يوظف المال السياسي، وهناك أمور كثيرة. نحن نأمل يعني أن تكون الانتخابات مستقلة ونزيهة، وأن تكون هناك رقابة دولية من الأمم المتحدة، وأن تبتعد يعني هذه اللغة عن كل ما يعكر صفو الانتخابات، وأن يتقدم الناس ويتقدم المرشحون، وأيضا تقع مسؤولية كبيرة على الناخب، على المواطن، عليه أن يختار الاختيار الصحيح، عليه أن يختار من يتوقع فيهم الثقة والأمانة والنزاهة والمطالبة بالحقوق، ينتخب الصوت الشجاع وينتخب الصوت النزيه والمستقل. هذه أيضا تقع على عاتق الناخب وتقع على عاتق المواطنين. بصراحة يعني هذه أنا أعتقد أن هي الفرصة الأخيرة للتغيير، هذه الفرصة الأخيرة لكي يستعيد العراق أنفاسه، هذه النقطة الأخيرة لوضع البلد على السكة الصحيحة. فبصراحة يعني المشكلة ليست فقط عند المرشحين، ولكن أيضا الرسالة الأهم يعني تبدأ بجرف النصر وتنتهي عند ماذا أستاذ صالح؟ تبدأ بجرف النصر وتنتهي عند ماذا؟ الرسالة بدأت بجرف النصر، الرسالة بدأت والفرحة ستكتمل إن شاء الله. وبصراحة هذا يعني بالأمس كان كأنه يوم عيد للشعب العراقي، وأنا يعني يفترض أن يلاقي هذا الحدث يعني اهتماما إعلاميا أكبر، ويلاقي ترحيبا كبيرا من داخل العراق ومن خارجه. هذه المسيرة لن تتوقف إن شاء الله إلا بعودة كل النازحين، وبإعادة إعمار كل المناطق المحررة، وبإعادة الاستقرار إلى هذه المدن، ولو الحمد لله هي مستقرة نسبيا الآن وتشهد يعني استقرارا أمنيا ممتازا، ولكن قصدت أنه عودة الإعمار، تعويض المتضررين، إعادة البنى التحتية، النقص في الخدمات، ويعني تأهيل الناس حتى عودة الثقة لهم بأنفسهم بأنهم اليوم عادوا وأصبحوا يعني كما كانوا، ولا ينظر إليهم أنهم مواطنون من الدرجة الثانية. مخيمات النزوح لم تعد تليق بالعراقيين، هذه يعني كانت ولدت في سنة يمكن 48 لما صار احتلال فلسطين، وبقيت عالقة في أذهان الناس. أن يكون نزوح داخل البلد بصراحة هذه يعني شغلة يجب أن تنتهي، ويجب أن يعني يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وإن شاء الله يعود البلد يعني مستقرا مزدهرا متآلفا، والجميع يكونون يد واحدة من أجل يعني هذا الشعب الذي يستحق كل هذا التقدير والاحترام. القيادي في تحالف عزم الأستاذ صالح رديني، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.
دعا رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر إلى إنهاء مشكلة جرف الصخر ومثيلاتها كالمختفين قسرا. فقال الخنجر: نحتاج لإنصاف أهالي جرف الصخر وديالة وصلاح الدين وكل محافظات العراق. قضية جرف الصخر والمناطق المغلقة بوجه أهلها دون وجه حق، ويجب عودتهم إلى مدنهم وقراهم دون قيد أو شرط، مساعدة على استقرار العراق. الفلوجة من هنا البداية، والمزيد من التفاصيل حول هذه التغطية وغيرها تجدونها على موقعنا الفلوجة .tv أو من خلال صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بعافية.